السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد بلال خراط، سوري، عايش بالنمسا، تيرول، منطقة إبس، لي 7 سنين. من يومين كنت نايم، سمعت صوت ضرب عندي بالبلكون، فزيت، طلعت لقيت هذا الحجر ضارب بزاوية الباب، يمكن كان لو شوي تاني كان كسر البلور. طبعا مؤثر على المكان، وحابب شارككم هذا الشيء الجديد، إن شاء الله يكون خير.